للحديث عن واقع الحريات في أوروبا مع فرض الدول الأوروبية قيودا جديدة على المحجبات وعلى المسلمين من مواطنيها، معنا من لندن المستشار في العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر. أهلا بك سيد أحمد. بداية، منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن الدول الأوروبية تمارس سيطرة متزايدة على حرية النساء، لا سيما فيما يتعلق بارتداء الحجاب والنقاب للنساء المسلمات. السؤال هنا، ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، ولماذا هذا التشدد المتزايد؟ تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي قناة الرافدين الكرام، وشكر لكم على الاستضافة. للأسف الشديد الواقع السياسي الأوروبي يمر بأزمة كبيرة جدا. الصراع الحزبي في بين الأحزاب الأوروبية ونمو اليمين المتطرف، النمو القوي والسريع والمتزايد في السنوات الأخيرة، مما جعل أحزاب الوسط ويمين الوسط تتسارع لإرضاء اليمين المتطرف، وهذه الأصوات الشاذة أو النشاذ التي كانت تحارب في أيام ما السود أو الملونين أو أصحاب ديانات أخرى، وأصبحت الآن تحارب الإسلام والمسلمين والحجاب وكل صور الإسلام، بعد ما ازدادت أيضا المنارات والمساجد والحجاب ومرتادي المساجد من المسلمين. فأنا أقول إن إسقاط الأزمة على مسلمي أوروبا بسبب الصراع السياسي والانهزامية الموجودة في بعض الأحزاب هو الذي أدى لهذا في أغلب البلاد الأوروبية للأسف الشديد. نعم سيد أحمد، يعني هذه القرارات الأوروبية إلى أي مدى تعزز فكرة العزلة في المجتمعات الأوروبية التي تنادي بالحريات ورعاية الديمقراطية في العالم؟ للأسف الشديد ستزيد ويزداد جدا عزلة المسلمين بسبب هذه القوانين، لأننا عندما ننظر أننا على مدار عشرات السنين كانت المرأة المسلمة تعمل في كل المجالات في أوروبا وهي ترتدي الحجاب ورافعة الرأس، والبعض أيضا بعضهن كان يرتدين النقاب وتعمل في مصالح حكومية مختلفة. أنت كنت ترى أنه في كثير من البلاد الأوروبية خاصة في بريطانيا، عندما تأتي لمطارات بريطانيا، جميع المطارات البريطانية، تجد كثيرات من البنات أو النساء المحجبات يكن على مقعد الجوازات لتستقبل الذين يأتون لبريطانيا لتتابع الأمر بنفسها، وفي مصالح كثيرة من وزارة الصحة، المستشفيات، الجامعات، المدارس، هذا كله كان موجود في بريطانيا وكثير من دول الاتحاد الأوروبي. ولكن الآن عندما تشرع قوانين تلزم المسلمات بخلع الحجاب عندما تريد المرأة المسلمة أن تعمل في إحدى هذه الجهات، فهذا معناه أنها ستختار بين عقيدتها ودينها أو أن تبقى في البيت، والغالب أن المرأة برغم ظروفها الصعبة ستختار أن تبقى في البيت للأسف الشديد، مما يزيد من هذه العزلة التي تفضلت عنها. في سؤالي الجديد إليك سيد أحمد، يعني ماذا عن الخطر؟ لو تحدثنا عن الخطر من تجاهل الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها المسلمون والمسلمات في عموم البلدان الأوروبية. للأسف الشديد إن الخطر داهم هنا، عندما نرى أنه لا تهتم بعض هذه الدول بالاعتداءات المتواصلة على مسلمي أوروبا، خاصة على البنات المحجبات، البنت التي ترجع من المدرسة متأخر أو من الجامعة، أو المرأة التي تعود من عملها متأخر مرتدية الحجاب ويبدأ يتعرض لها بعض العنصريين. عدم مواجهة هؤلاء العنصريين وبقوة يؤدي إلى نمو أكثر للعنصرية للأسف الشديد ومجابهة كبيرة. للأسف الشديد نحن نرى هذا في دول أوروبية بصورة كبيرة جدا، عندنا في بريطانيا أيضا هذا موجود، ولكن تبقى أن الحكومة البريطانية والمسؤولين في بريطانيا يحاولوا، وأنا أقول يحاولوا ونضع حولها أكثر من بين مزدوجين، يحاولوا التصدي لهذا، ولكن للأسف الشديد هذا باقي. ورأينا انتقادات كبيرة داخل الحكومة البريطانية نفسها وداخل حزب المحافظين الحاكم يتحدث عن هذا، عن العنصرية التي لم تجد للأسف الشديد تصدي
مناسب لها، نعم. وهذا مما سيؤدي إلى نمو أكثر لليمين المتطرف في البلاد. سؤالي الأخير إليك سيد أحمد، يعني بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بحظر المسلمات من ارتداء الحجاب في أماكن العمل، ما المطلوب من المسلمين في هذه الدول التي تريد إضفاء هوية قانونية على معاداة الإسلام؟ مسلمي أوروبا في زيادة مضطردة، وهذا الحديث يعلمه القاصي والداني من رؤساء ورؤساء وزراء ووزراء بريطانيين وأوروبيين في كل الدول الأوروبية. لذلك على مسلمي بريطانيا وأوروبا ألا يستجيبوا لهذه الأساليب التي تدعوهم إلى العزلة، عليهم أن يتصدوا لمثل هذه القوانين بالدفاع عن أنفسهم والعودة إلى المحاكم مرة أخرى والطعن في مثل هذه القوانين والاستمرار في المطالبة بحقوقهم. حقوق مسلمي أوروبا حقوق مشروعة مثل حقوق السيخ والهندوس واليهود والأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وجميع الأديان الموجودة. أنا أقول أن مسلمي أوروبا عليهم أن يقفوا وأن يقفوا صفا واحدا ويدا واحدة. الانتخابات القادمة في كل البلاد الأوروبية ستشهد تجمع لليمين واليمين المتطرف، وعلى مسلمي أوروبا أيضا أن يقفوا صفا واحدا حتى يستطيعوا أن يطالبوا بحقوقهم ويستطيعوا أن ينتصروا في معركة الوجود، وجودهم في داخل مجتمعاتهم الأوروبية. المستشار في العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر، كنت معنا من لندن عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.